أهم الأخبار من أونلايف، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أهمية استمرار العمل في حقل ظهر بمعدلات سريعة حتى يمكن الاستفادة من إنتاجه وفقا للجداول الزمنية. وخلال لقائه نائب رئيس شركة إيني أنطونيو فيلا، أشاد إسماعيل بالتعاون مع الشركة خاصة في مشروع حقل ظهر، واستعرض مسؤول إيني أنشطة الشركة في مصر والموقف الحالي لاستكمال مراحل تنمية حقل ظهر، فضلا عن الأنشطة الاستكشافية في عدد من الحقول البرية والبحرية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا. وخلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميغال كانيتي في طهران، دعا ظريف الاتحاد لاتخاذ خطوات عملية أكبر وزيادة الاستثمارات في إيران. من جانبه قال كانيتي إن الانسحاب أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سبب مشاكل لأوروبا، مؤكدا حرص الاتحاد على الاستمرار في حفظ وتنفيذ الاتفاق. أدلى الرئيس الفنزويلي المنتهي ولايته نيكولاس مادورو بصوته في الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للفوز بولاية ثانية تستمر 6 سنوات. وفتحت مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 14,000 أبوابها عند الساعة 12 ظهرا لاستقبال أكثر من 20 مليون ناخب مسجل في هذه الانتخابات المبكرة والتي تجرى في دورة واحدة. يتوجه غدا وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا والتي تضم كل من مصر وتونس والجزائر. وقال بيان للخارجية إن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الشأن الليبي وسبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني، فضلا عن دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.